مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا اليوم فيها فقرات عديدة، وهنتكلم النهاردة عن موضوعات كتير تهم الشعب المصري وتهم كل واحد فينا في مصر، لأن كلنا بنعيش في وطن واحد، كلنا موجودين في الوطن، كلنا بنترابط من أجل تقدم الوطن وحماية الوطن. ومصر بتنادينا كلنا، لأننا بنعيش فترة عصيبة في الفترة اللي احنا موجودين فيها حاليا، فترة أول مرة نشوفها، فترة غريبة من نوعها. العالم كله بيعيش في رعب، العالم كله بيعيش في فترة حرجة، ولكن مصر بتختلف بطبيعتها، لأن مصر دائما مرتبطة بشبابها ومرتبطة برجالها، وكلهم مرتبطين على قلب رجل واحد، لأن طول عمرنا دولة ترابط. حتى الدين والإسلام عندنا قال إن هي دورة ترابط، وهنفضل مترابطين إلى آخر يوم في الدين. هنشوف النهاردة نماذج مشرفة كتير، هنشوف النهاردة نماذج بتحب بلدها، نماذج وطنية بتحب مصر وبتحب وبتخاف على البلد دي. حافظ الله طبعا رئيس الجمهورية وشعب مصر وكل رجل وكل امرأة وكل طفل في هذه البلد. هنشوف النهاردة طبعا سيادة المحافظ السويس، وهو نموذج وجهة مشرفة لمصر، وهو موجود في الشارع بيهدي الناس وبيحاول ان هو يوعي ويديهم توعية ازاي ان احنا نتعامل مع الفيروس اللي موجود او الوباء اللي موجود، وازاي ان هو بينظف بنفسه المكان اللي موجود فيه في محافظته. فده نموذج مشرف، وفي نماذج كتير مشرفة. العقيد مصطفى محمود في مواجهة الإرهاب. انا عايز اقول ان كل واحد في مكانه قائد، لان كل واحد فينا دلوقتي ليه دور وليه مسؤولية. لازم كلنا نخاف على مصر، ولازم كلنا نخاف على بعض، فلازم نلتزم بقرارات الدولة ونلتزم بكل قرار طبعا السيد الرئيس الجمهورية أصدره والسيد رئيس الوزراء، لنحمي بلادنا ونطلع بأقل خسائر من الوباء اللي احنا موجودين فيه. هنشوف مع بعض محافظ السويس الأول ونرجع لكم تاني. شباب هنبتدي الاماكن اللي هي الشوارع الضيقه هننزل لها، اللي هم اللي حاملين احنا بنقول للناس كلها ان الناس كلها لازم دلوقتي تبقى على نفس المستوى. اللي يقدر يرش في المنطقه اللي هو فيها، اللي كل الناس تساعد في هذا الموضوع، لان ده موضوع وقايه في الاول والاخر. نتمنى ان شاء الله ان السويس تفضل كده يا رب، ما فيهاش حالات مسجله حتى الان، وان شاء الله تستمر على كده على طول. لكن احنا بنطمن الناس لازم ناخد حذرنا كويس. وانا جاي دلوقتي انا شايف في بعض الكافتريات على الطريق، ناس قاعده في الكافتريات. انا ما بقولش الناس ما تقعدش، بس مش بالشكل التجمعات الصعبه اللي هي فيها ده. الناس تخلي بالها من نفسها. احنا يعني لازم نبقى حذرين كويس. انت ده مش ليك، ده لبيتك ولاسرتك ولاولادك والمخالطين بيك ولاصحابك. فكل الناس لازم تبقى عندها نوع من انواع الحذر، وربنا يسلم الجميع يا رب، ومصر تكون دوله من دول العالم اللي هتعدي من هذا الموضوع، ما يحصلش فيها مشاكل باذن الله. اشكرك يا فندم. طبعا زي ما احنا شفنا مع حضراتكم السيد طبعا محافظ السويس، نموذج مشرف ونزل الشارع عشان يوعي ويدي توعيه للاهالي والمواطنين، ويعرفهم ان كل واحد مسؤول في دور مهم، وكل واحد ليه دور مهم موجود في الدوله. وفي نماذج كتير مشرفه. طبعا انا بشكر طبعا في رجال اعمال كتير، رجل اعمال عمرو عماد الدين، رجل اعمال مساعدته للمحتاجين في الظروف اللي احنا موجودين فيها، والمستشار عصام عبد الله غالي، وغيره من المواطنين وغيره من رجال الاعمال اللي موجودين، اللي حاسين بالفتره اللي احنا موجودين بيها وحاسين بظروف الناس، وكلنا لازم نكون متكاتفين مع بعض. ويسعدنا النهارده ان يكون ضيف وضيفكم المستشار محمد ابو زيد. اهلا وسهلا بيك سياده المستشار. احنا سعداء ان انت موجود معانا النهارده ببرنامجنا، وسعداء ان احنا بنلتقي معاك للمره الخامسه او السادسه في برنامج اهل كايرو. دائما بتمدنا بالمعلومات وبتمدنا بالاستشارات القانونيه المهمه اللي احنا بنستفيد منها من حضرتك. اهلا وسهلا تامر بيه، واستاذن حضرتك ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنيه في الدوله وجميع الوزارات مما بتقدمه من مكافحه الفيروس اللعين، ونشكر فعلا المجهودات المبذوله من جميع الجهات المعنيه في الدوله، وبنطالب جميع الشعب المصري يتعاون ويكون مترابط مع جميع الجهات لمكافحه هذا الفيروس اللعين.
ان شاء الله ربنا يحمي مصر ونعدي ان شاء الله الفتره العصيبه اللي احنا موجودين فيها بخير وسلام، ونكون كلنا في امان باذن الله في الفتره اللي جايه. ومعانا مداخله تليفونيه، هناخد معانا المداخله التليفونيه. الو الو. ايوه استاذنا. ايوه مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم الاول، وربنا يعديها على خير يا رب اللي احنا فيه دول ان شاء الله باذن الله. بس احنا دلوقتي احنا في يعني احنا دلوقتي يعني ممكن المشكله دي ما ظهرتش معانا لما قعدنا في البيوت. تمام. احنا في قدامي على طول قدام العماره اللي انا قاعد فيها في مسبغه او مصنع بتاع طيبه. احنا معانا الاستاذ محمد من شبرا الخيمه، من اهالي شبرا الخيمه. معاك يا استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. الو. المشاكل اللي حضرتك متضرر منها ايه يا استاذ محمد؟ انا قدامي مصنع اسمه طيبه. مصنع طيبه ده فين يا فندم؟ شارع نادي البلاستيك في شبرا الخيمه. شارع نادي البلاستيك في شبرا الخيمه. المصنع ده انا ممكن ابعت لك فيديوهات دلوقتي بالصوره، يعني صوره حيه كده واقعيه دلوقتي. في المداخن بتاعته يعني كان المصنع ده في الشقق عندنا، المداخن دي الدخان بتاعها داخل الشقق ده سم لوحده. هو الشباب عرضوها بالفعل معانا اهو. المصنع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مصنع بينتج ايه ده، او مصنع ايه ده؟ ده مسبغه بتاعت قماش، والمسبغه دي بيبقى فيها سموم، يعني لدرجه ان ازاي البيئه تقول ان ده مثلا بخار ميه، ده موت لوحده. طبعا يا استاذ محمد احنا في فتره عصيبه، وكلنا دلوقتي بنعيش فتره صعبه وفتره فيروسات، فاكيد طبعا السيد وزير البيئه والسيد رئيس حي شارع شبرا الخيمه والسيد محافظ الاليوبيه مش هيرضي هذا الوضع في الفتره اللي موجودين بيها، رأفه بال طبعا المواطنين اللي موجودين، وخصوصا ان احنا في فتره زي ما احنا قلنا فتره مليئه بالامراض، مليئه بالاوبئه، مليئه بحاجات كتير. فان شاء الله يا استاذ محمد نكلم الساده المسؤولين النهارده ويكونوا متابعيننا النهارده على الشاشه ويشوفوا معانا المشكلة وتتحل. طب حضرتك يا استاذ محمد اتواصلت مع حد مع المسؤولين؟ طب احنا بنشكرك يا استاذ محمد وان شاء الله نتواصل مع المسؤولين. معاك يا سيادة المستشار وهنكمل مع بعض النهارده. اتفضل. موضوعات كتير اتكلمنا فيها وقلنا في حاجات كتير، زي ما في ناس بتخاف على البلد في الفترة دي، وطبعا مصر كلها ايد واحده وكلنا مترابطين مع بعض وكل المصريين في ترابط. في ناس كتير بتستغل الظروف ان الدوله والاجهزه الرقابيه مشغوله بحمايتنا ومشغوله بالوقايه من الاوبئه اللي احنا موجودين فيها والامراض اللي موجودين فيها، وبتستغل هذا لبرضو حاجات اخرى او اغراض اخرى زي اراضي املاك الدوله اللي موجوده دلوقتي وتقنين اراضي املاك الدوله. في كتير منهم بيبتدوا ان هم ينصبوا على المواطنين ويبيعوا لهم هذه الاراضي ويبيعوا لهم هذه الاملاك وهي مش في حيازتهم او هي مش لا يمتلكوا منها شيء. فعايزين نعرف من حضرتك القوانين اللي هي بتاعت اراضي النصب، اللي هي اراضي اللي هي تقنين املاك الدوله دي، بيكون ايه فيها الاحكام وبيكون فيها ايه، ازاي ان احنا نقدر نبيعها وازاي يحك لنا الشراء فيها او البيع فيها؟ بالنسبه لاراضي املاك الدوله، هو بالنسبه للقانون رقم 164 لسنه 2019 قام بتعديل بعض الاحكام الخاصه بالقانون رقم 58 لسنه 1937 بخصوص التعدي على الاراضي املاك الدوله. اراضي املاك الدوله اللي هي بتشمل كاراضي زراعيه او اراضي فضاء او مباني مملوكه للدوله او في حيازه الدوله. بالنسبه للشخص نفسه اللي هو تعدى على اراضي املاك الدوله بالنسبه اللي ذكرت حضرتك دي، وفقا للماده الاولى وفقا للقانون اللي ذكر حضرتك، اذا كان موظف هو اللي تعدى على هذه الاراضي او استغلها او زرعها او بناها لصالحه الشخصي، بيعاقب بالسجن بمده لا تقل عن 5 سنوات وبغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. ده اذا كان هو تعدى على اذا كان الجاني هنا حضرتك هو موظف في الجهة اللي هو اختصت بالأرض دي، بيعاقب وفقا للقانون وفقا للتعديل الجديد اللي صدر للقانون 164 لسنة 2019. احنا جالنا شكاوى عديدة برضو يا سيادة المستشار بيقولوا ان على طريق الفيوم
القاهرة الفيوم والطريق الغربي وبعض الأماكن اللي موجودة أراضي صحراوية لتقنين اللي هي وضع التقنين في الوقت الحالي، الناس بتاخد الأرض دي أو هي ملكية شخصية ليهم أو هي أملاك دولة أو هي إحنا مش عارفين بالظبط هم يمتلكوا فيها إيه، وبيبيعوها لأشخاص أو مواطنين تانيين، ويبتدي يبيع قطعة الأرض دي لسبعين واحد أو سبعين، ده بيقع تحت طائلة نصب ولا طائلة. لا هنا حضرتك بالنسبة للقانون حدد لكل من هو تعدى على أراضي أملاك الدولة وفقا للمادة 372 مقرر للقانون 164 لسنة 2019، كل من تعدى على أراضي ملك الدولة أو بالنسبة كانت أرض فضاء أو أرض زراعية أو أي مباني مملوكة للدولة بيكون العقوبة حضرتك سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. احنا معانا مداخله تليفونيه برضو الاستاذ احمد الخواجه. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى اسره البرنامج، الاستاذ تامر الباسيوني ومع المستشار محمد ابو زيد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، وبقول في الاول كده ربنا يعدينا من الازمه والبلاء اللي موجود دلوقتي ده على خير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله نعدي على خير من الازمه اللي موجودين فيها. حضرتك بالنسبه لاملاك الدوله، احنا عندنا في مدينه بنها ومدينه كفر شكر تمام قطع املاك دوله كبيره جدا، المساحه اقل مساحه فيهم لا تقل عن 1000 متر تمام، وفي اشخاص متعديه عليها بيبقوا سكان كلها طرح نهر، فانا ساكن عندي عماره والمكان طرح النهر ده قدامي، فدلوقتي انا بستولى عليه وباخده ااجره لمواطن تاني والمحافظه ما فيش اي مسؤول بيتدخل. طب بيأجره باي سند قانوني؟ لا ما فيش اي سند قانوني، هو دلوقتي كله متعدي، يعني عندنا قاعات الافراح كلها اللي على الكورنيش كلها بالكامل بلا استثناء. يعني في حضرتك بتقول دي ارض املاك دوله وبنيين عليها قاعات افراح؟ بالظبط يا فندم بالظبط. يعني كوضع يد حضرتك بالنسبه له؟ نعم معايا المستشار. كوضع يد؟ واضعين يدهم عليها يعني، ما ومختصب الارض يعني. ما معهمش اي مستندات نهائيا تثبت. هو لا يجوز المباني على طرح النهر عامه. لا بانيين قاعات، والمحافظه بعتت لهم كذا مره قرارات ازاله وكلها محلك سر، ما فيش اي قرارات ازاله بتتنفذ. احنا بنشكرك يا استاذ احمد، وان شاء الله نتواصل مع الساده المسؤولين ونشوف. شكرا لحضرتك جزيلا. زي ما قلنا لحضرتك، زي ما في ناس بتبني، ناس بتبتدي ان هي برضو تتلاعب باراضي املاك الدوله وتتلاعب وتبيع الوهم للمواطنين، زي ما احنا قلنا احنا شفنا في مافيا موجوده برضو، مافيا اراضي املاك الدوله، وعديد من الشكاوى جات لنا في طريق الفيوم زي ما قلت لحضرتك. وللاسف يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، واحنا برضو هنتكلم مع الاجهزه الرقابيه ازاي ان مفيش اجهزه رقابيه او دور الدوله. احنا عارفين ان الدوله مشغوله بحاجات كتير اليومين دول، طبعا كان الله في العون ان الامر خطير زي ما احنا عارفين، ولكن المواطنين دي المفروض ان هم مصريين، المفروض ان في الفتره دي يبتدوا ان هم يخافوا على بلدنا، يبتدوا ان هم يحطوا ايديهم في ايدينا، ما ينصبوش على المواطنين التانيين. وكنا اتقدم لنا بعض الشكاوي من الموجودين، كان في صوره دي عودات بيع تنازل عن اراضي صحراويه موجوده على طريق الفيوم، دي برضو جات لنا العقود اللي موجوده دي، شخص باعها طبعا لاشخاص لمواطنين تانيين بدون اي سند قانوني، وهي ارض املاك دوله وبيعها لاكثر من شخص، ودي برضو اكثر من قطعه موجوده واكثر من عقد موجود. هو احنا كان صورته معانا ورقم المحضر موجودين معانا، بس يا شباب الصوره بتاعته معانا يا شباب وارقام المحضر ولا مش موجودين؟ طيب هم حاليا في التجهيز، ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله نعرضه باستفاضه، لان الموضوع موضوع طبعا كبير، وموضوع في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه يعتبر زي ما احنا قلنا المفروض ان احنا نقف مع بعض، ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نعدي من ازمه اللي احنا موجودين فيها، ولكن في ناس بتتلاعب زي ما احنا قلنا ببيع الوهم على المواطنين في هذه الفتره، بتستغل زي ما احنا قلنا ان الاجهزه مشغوله باشياء تانيه. ما هنا القانون حضرتك بالنسبه للماده 372 مقرر بيعاقب كل من تعدى على اراضي املاك الدوله واستغلها لنفسه بحيث ان هو وضع ايده ان هي املاك دوله وتعدى عليها، ده بيعاقب بالعقوبه اللي انا قلت لحضرتك عليها. الشق الثاني اذا كان هو بقى استغلها
وباعها للغير يبقى هنا دخل في بند النصب وفقا للماده 336 من قانون العقوبات. وعقوبتها ايه دي يا سياده المستشار؟ بالنسبه لو شرع في النصب بتبقى العقوبه سنه، واذا كانت العقوبه تمت بتبقى عقوبه سنتين، ده بالنسبه للنصب. انما الماده التعدي على الاراضي الزراعيه او الاراضي المملوكه للدوله عقوبتها بتكون المده من سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامه لا تقل عن 100,000 ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. يبقى احنا هنا قدام شقين، الشق الاولاني اذا تعدى على املاك الدوله وخدها لنفسه يتعاقب وفقا للماده 372، اذا اتجه اتجاه تاني واوهم الغير وفقا لخصائص اختصاصات مواد النصب ان هو اوهمهم ان هذه الارض ملك لي وابتدى يقطعها ويبيعها للاخرين، هنا يتعاقب وفقا للماده 336 وقانون العقوبات ان هو نصب على الناس، ان هو وهم للناس ان هذه الارض او هذه الاملاك ملكه ويقدم اوراق او سندات وهميه للاخرين، وهنا بيقع تحت طائله النصب. بيقع تحت طائله النصب اذا كان خدها لنفسه او اذا كان باعها لاشخاص او مواطنين تانيين، بيقع تحت طائلتين في القانون. بس من خلال برنامج بتاع حضرتك برضو كل ما هو اللي يقوم بيشتري بهذه قطعه الاراضي المفروض يتبع اتباع معين في تسلسل الملكيه وسند الملكيه لهذا المالك. احنا عايزين توعيه للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا اللي بيقعوا تحت طائله هذه البيع الوهم للاراضي وطائله النصب اللي هم بيتنصب عليهم، نقول لهم ايه؟ يعني زي حضرتك النموذج اللي انت وريتهوني قبل ما نطلع هوا، ان هنا الشخص متنازل وشخص متنازل اليه. ان هو المتنازل ده بيوهم الشخص الثاني بيقول ان انا قطعه الارض دي ملكي وفي حيازتي، وابتدي ان هو يبيعها للشخص اللي هو منصوب عليه يقول لك الارض دي بتاعتي، ويعمل له عقد زي حضرتك وريتهوني متنازل ومتنازل اليه. طب انت المتنازل ده اصلا متنازل بصفه ايه؟ سند ملكيته ايه؟ تسلسل سند ملكيته ايه؟ طيب احنا معانا مداخله تليفونيه برضو، معانا الاستاذ اشرف فضالي. الو، مساء الخير يا استاذ تامر. مساء النور يا استاذ اشرف، ازي حضرتك؟ بشكرك على الاستضافه الجميله في البرنامج المحترم بتاع حضرتك. احنا سعداء اللي انت موجود معانا الزميل الاعلامي اشرف فضالي، احنا بنشكرك اللي انت موجود معانا النهارده في مداخله تليفونيه. اهلا بيك يا استاذ اشرف. بني الحلقة من أولها، وبنتهز الفرصة معاك سيادة المستشار هيفيدنا الإفادة القانونية. عندنا إشكالية خطيرة في شبرا الخيمة، كان عندنا أرض كابلات شركة الكابلات معروضة للبيع بقالها فترة كبيرة وعليها نزاع. تمام. الأرض دي كانت مقسمة لثلاث أجزاء، جزء ملك الشركة و10,000 متر تم سحبهم، كان ورقهم إداري وتم سحبهم عن طريق دكتور عزيز المحترم رئيس حي شارع شبرا الخيمة آنذاك في 2017. عندنا إشكالية في أرض النادي، نادي الكابلات. إشكالية قانونية غريبة. إيه الغريب فيها يا أستاذ أشرف؟ اتفضل. إيه الغريب يا أستاذ أشرف فيها؟ الغريب إن طالع قرار بناء على القانون وطبقا للقانون 71 مادة 9، مادة 9 بتقول أي نادي مشهر يصبح ملك خاص للوزارة أو للشباب. اتفاجئنا إنه بيتباع من ضمن حصة، يعني هو نادي العالي. هو نادي بالفعل وبيتباع حاليا زي ما حضرتك بتقول الشركة بتبيعه. هو نادي بالفعل وبيتباع، هو مشهر. هو مشهر إنه نادي، اتفاجئنا إنه بيتباع لأهالي. وملكية الأرض يا أشرف بيه؟ وملكية الأرض للشركة. ملكيه الارض بتقول للشركه. بتقول للشركه. وتم استغلال قطعه الارض كنادي. استغلالها كنادي. وفي ماده 9 حضرتك منسوبه القانون 71 بتقول ان اي نادي مشهر يصبح ملك خاص للوزاره او للشباب. يتبع وزاره الشباب. يتبع وزاره الشباب. النهارده لقينا كل حاجه مع العلم ان مرفوع قواضي. اتفاجئنا ان محدش عارف حاجه عن القواضي دي خالص، ومتقدمه ورقه في البورصه المصريه مكتوب فيها اسم النادي غلط وبينسبوا له محافظه القاهره، والورقه دي انا بعتها للاستاذ تامر على صفحته، على صفحه البرنامج. طب احنا هنشوفها برضو معانا ويا ريت ناخد قانونيه من معالي المستشار. طب الجمعيه العموميه بتاعت النادي يا اشرف بيه؟ اتفضل. الجمعيه العموميه مالها؟ بتاعت النادي. ما هي اللي بايعه. لا، الجمعيه العموميه كاعضاء وليس
كرئيس مجلس الاداره او كرئيس النادي. بص هو يقصد يا استاذ اشرف رئيس مجلس أعضاء للنادي؟ الاداره بيختلف عن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي ورئيس مجلس اداره النادي. يا معالي المستشار انا راجل يعني مش جهه منوطه عشان اعرف داخليتها. في لغط او في قيامه ومفيش شفافيه بالنسبه لموضوع ارض الكابلات ونادي الكابلات من فتره كبيره، ما كانش حد عارف عنه حاجه. لولا وجود دكتور عزيزه السيد رئيسه حي شرق شبرا الخيمه، لانها بتعمل في المحليات وعندها خبره عاليه جدا جدا، ما كناش كشفنا ال 10,000 متر مثلا اللي خدتهم لاملاك الدوله، ضمتهم لاملاك الدوله. ففي غموض في التعامل. وجالنا انباء ان في قيادات كبيره او ناس كتيره مطلوبه في النيابه العامه بس عندهم حصانه والمجلس رافض انهم يمثلوا امام النيابه العامه. احنا بنشكرك برضو يا استاذ اشرف. لحظه يا استاذ سامر، من فضلك انا عرضت القضيه هكملها. كمل القضيه يا استاذ اشرف. الفتره دي فتره لازم كلنا نتكاتف مع الدوله عشان الوباء اللي موجود فيها. بس بنثق في السيد المحافظ القليوبيه الرجل المرن الواعي انه ان شاء الله الملف ده هيبقى قدامه وهياخد فيه اجراء. بس عايز اسمع من سياده المستشار، هل يجوز بيعها لاهالي؟ هو هنا حضرتك هل يجوز بيعها لاهالي؟ هو بيقول هو لو يتم البيع لازم وفقا لقرار رئيس مجلس الاداره وموافقه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي نفسه، واخد بال حضرتك ازاي؟ ويتم عرض الموضوع في المجايده العلنيه عن طريق البيع اذا كان هناك بيع او ليه الاحقيه للبيع. طيب هو يقصد ان هو كنادي مشهر ونادي كان قائم بالفعل وموجود في منطقه شعبيه، ان هو كان نادي بالشباب متنفس للشباب اللي موجودين اهالي الكابلات اللي موجودين في شبرا الخيمه، وبالفعل فجاه كان النادي ده عليه مشاكل من فتره من 2017 والنشاط قائم والنشاط كان قائم الانشطه بتاعت النادي نفسه قائمه. النادي كان الانشطه بتاعته قائمه، وكان في الدكتورة عزيزة السيد رئيسة حي شرق شبرا الخيمة كانت موجودة في الفترة دي، وكان هم عايزين يبيعوا النادي في الوقت ده وهي وقفت لهم، وطبعا بالمستندات وبالقانون، وأصبح إن المزاد العلني اللي كانوا عاملينه طبعا اتلغى جلسة المزاد في الفترة دي. ولكن هم بيقولوا في الفترة اللي احنا موجودين فيها غيروا اسم النادي ونسبوه لمحافظة القاهرة بدل ما هي محافظة القليوبية، قالوا ان هو يتبع محافظه القاهره. طبعا انا ازاي مش عارف الترتيب اللي الاستاذ اشرف بيقوله، في لغط في ففي حاجه احنا برضه مش عارفينها، برضه هنحاول نتواصل مع الساده المسؤولين، واكيد الساده المسؤولين هيفيدونا، واكيد لو في غلط. احنا عارفين ان مصر بلد دوله قانون، ومصر بلدنا بلد القانون، ومحدش فوق طائره القانون، وان شاء الله لو في اي حد في غلط في اي شيء القانون فوق الجميع باذن الله. هو يتم عمل شكوى مجمعه من قبل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي حضرتك، وتتقدم لوزير الرياضه شباب والرياضه وفقا للماده 9 من قانون 71، على اساس ان النادي دلوقتي اصبح تحت ولايه وزاره الشباب والرياضه، على اساس انه اصبح مجال نشاط رياضي اجتماعي، فهنا يتبع وزاره الشباب والرياضه ويتم التقديم الكلام. انما هنا غلت يد رئيس مجلس الاداره بالنسبه للشركه ككل عن الموضوع. وهنا برضو كنت عايز اسال الاستاذ اشرف، بالنسبه رئيس مجلس الاداره للشركه هو في نفس الوقت رئيس مجلس اداره النادي ولا مختلف؟ على اساس الجمعيه العموميه بتاعه النادي هي اللي بتحدد. هو رئيس مجلس اداره الشركه هو رئيس مجلس اداره النادي بالفعل، لان هي طبعا شركه الكابلات كقطاع عام زي ما احنا عارفين، فهو رئيس مجلس الاداره بيتبع. ممكن يكون تشكيل اعضاء النادي تختلف عن رئيس مجلس اداره، مش شرط ان هو يكون رئيس مجلس اداره النادي هو يكون رئيس مجلس اداره ان شاء الله. برضو الساده المسؤولين هيفيدونا بالتقرير، واحنا هنبعت للساده المسؤولين ان شاء الله، والسيد وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقليوبيه يفيدنا برضو في الامور دي، لان دي حساسيات احنا برضو فنيات مش عارفين. هو الورق مش مطروح بحيث ان احنا نقدر نبت فيه عامه يعني. ان شاء الله يكون خير. احنا برضو بنتكلم برضو يا سياده المستشار ان احنا في الفتره اللي شفناها الاخيره دي قرارات الدولة، وشفنا حاجات كتير في الأمراض والأوبئة اللي احنا شفناها دي ما شفناش قبل كده، فاحنا عايزين برضو نتكلم مع بعضينا ان احنا موجودين في فترة عصيبة، كلنا لازم نخاف على بعض، كلنا لازم نتماسك، كلنا لازم نعدي المرحلة اللي احنا موجودين فيها.
بسلام، لان المرحله اللي احنا فيها مرحله صعبه زي ما احنا قلنا. وشفت طبعا نماذج مشرفه كتير، دكتور بكر عبد المنعم في رئيس حي شارع شبرا الخيمه ابتدى ينزل يتوجه لقفل المقاهي اللي موجوده، ويبتدى ان هو يلغي او ياخد اجراءات حازمه مع الكافيهات اللي موجوده في الشيش، وابتدى ان هو ينزل على المطاعم وينزل على حاجات كتير ان هو يحرص او اللي هو برضه يتجنب الاصابه لحد من انتشار الفيروس ويحد من انتشار الفيروس. وشفنا اجهزه الدوله كلها وطبعا القوات المسلحه طبعا شفناهم وهم نازلين الشوارع بيعقموا طبعا في الشوارع بيرشوا الكلور وبيرشوا المواد اللي هي المضاده للفيروسات. وهيكون معانا النهارده برضو الدكتور احمد المقدم، طبعا احنا يسعدنا ان هو يكون موجود معانا النهارده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا استاذ تامر؟ الحمد لله يا دكتور، احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا النهارده، واحنا طبعا عايزين نسال حضرتك حاجات كتير، والساده المشاهدين عايزين يتساءلوا ويسالوا حضرتك برضو حاجات كتير عن اللي احنا موجودين فيه حاليا. يعني ايه كورونا يا دكتور احمد في البدايه؟ هو طبعا يعني انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده في البرنامج، وخالص تحياتي لحضرتك والطاقم العمل الموجود ولكافه المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده. ربنا يخليك يا دكتور. بالنسبه لموضوع فيروس الكورونا، نبدا الاول بالاسم. هو للاسف كلمه كورونا معناها تاج، ودي فصيله من فصائل الفيروسات اسمها الفيروسات التاجيه، ما بتقتصرش على الفيروس الكورونا المستجد اللي احنا بنتكلم عليه اليومين دول، لا ده كان من ضمن برضه الفصيله ده فيروس السارس اللي كان انتشر برضه بدايه من الصين سنه 2003. وفي فيروس الميرس ده برضه من ضمن الفيروسات التاجيه. فيروس الكورونا اللي احنا افترض الكلام عنه واللي موجود حاليا ومنتشر وعامل رعب في العالم كله، اللي هو مسمى فيروس الكورونا المستجد او بيسموه كوفيد 19. وكوفيد 19 ده باختصار كل هي كورونا، فيد في اختصار فيروس، دي ديزيز اللي هي كلمه مرض، 19 اللي هي سنه 19 اللي اكتشفوا فيها الفيروس ده. هو طبعا كان اول ما اكتشف كان اكتشف في مدينه ووهان في مقاطعه غوبي في الصين في اواخر سنه 2019. وبما ان هو فيروس مستجد فكانت المعلومات عنه الى حد ما قليله شويه. طيب ازاي يا دكتور اللي انا اتجنب الاصابه منه، او ازاي الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا يتجنبوا الاصابه منه، او نقدر ان احنا نحد من الاصابه من هذا الفيروس اللي موجود معايا يا دكتور؟ طيب الاتصال قطع، هنرجع تاني للدكتور احمد ونتكلم معاه. فاحنا زي ما احنا قلنا ان احنا في فتره عصيبه زي ما احنا شفنا، وطبعا كلنا لازم نتكاتف وكلنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض في هذه المرحله ان احنا نعدي في المرحله القادمه ان شاء الله. وبرده نحاول نشوف الدكتور احمد عشان في اسئله كتير احنا محتاجين ان احنا نعرفها مع الدكتور احمد النهارده. ايه يا شباب؟ طيب نرجع لموضوعنا برده. هو زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للفيروس اللعين ده، جميع دول العالم بتواجه هذا الفيروس، جميع دول العالم على استعدادات قصوى لمواجهه هذه الفيروس. وبالنسبة برضو أعيد الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة هذه الفيروس، ولكن الواجب على الشعب المصري كله يتكاتف في إيد واحدة والتعاون مع جميع الجهات لمواجهة هذا الفيروس اللعين. والشعب المصري تامر بيه بينقسم إلى قسمين لمواجهة هذا الفيروس. النوع الأولاني حذر جداً وياخد جميع الاعمال الاحترازيه والاحتياطيه لمواجهه هذا الفيروس. طيب احنا معانا الدكتور سامي. دكتور بيطري، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا النهارده يا دكتور. ربنا يبارك فيك. احنا بقى عايزين نعرف من حضرتك النهارده اسئله كتير يا دكتور، والساده المشاهدين عايزين يعرفوا من حضرتك يعني ايه المرض اللي احنا موجودين فيه والوباء اللي احنا موجودين فيه في الفتره العصيبه اللي احنا موجودين فيها، ازاي نتجنبه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو شوف اقول لحضرتك حاجه، انت قاعد عنوان كبير خالص لحاجه محيره العالم كله.
احنا يعني لكن هنقول اتي يعني ان شاء الله. حضرتك احنا حضرتك احنا معانا او اللي بيجتاح العالم كله دلوقتي جيل ثالث من فيروس كورونا. الجيل الاول كان 2003 ما يسمى سارس، والجيل الثاني مارس اللي هو الشرق الاوسطيه كورونا الشرق الاوسطيه، والوقتي اللي هو كوفيد 19 اللي هو اعلن عنه في ختام عام 2019. هذا مرض اصلا انتقل بالحيوانات البريه، تمام، ولكنه اصبح مرضا مشتركا بين الحيوان الانسان، الحيوانات البريه مش اي حيوان يعني بدايته كانت الحيوانات البريه، اصبح بينتقل من انسان لانسان. الخطوره انه ليس له علاج حاسم حتى الان ولا حتى لقاح. نعمل ايه؟ الحقيقه مجلس الوزراء حزم امره واعطى مجموعه من الاجراءات. هذه الاجراءات تتلخص في ان النهارده ايه؟ المرض ينتقل عن طريق الرذاذ المنطلق من اثناء السعال اللي هي الكحه او اثناء العطس، تمام؟ هذه القطرات واضح انها بتبقى فتره من الزمن في الجو. هذه الفتره كفيلة بأنها تعمل عدوى لناس آخرين، وبالتالي العالم كله أصبح مجمع على أن البقاء في البيوت مع الرش المكثف في كل المواقع بالمبيدات أو المطهرات المناسبة، ثم الكشف كلما أمكن والإبلاغ المبكر والوضع تحت الحجر الصحي والعلاج المبكر، حتى نحاول ان نصد هذا المرض يعني اللعين يعني. طيب هو في خطوره على هذا للحيوانات لهذا المرض يا دكتور؟ هو برضه معلش ارجو يعني واسمح لي نتكلم فيه ده بدقه، ليه؟ عشان ما يحصلش فيه خلط بين المسائل. فيروس كورونا هذا فيروس عادي موجود في الحيوانات وبيعمل افسادات، موجود في الدجاج وبيعمل مرض اللي هو الاي بي او انفكشس برونكايتس اللي هو التهاب الحنجره المعدي، وموجود حتى في الاسماك. الا ان التطور ايه؟ التطور نتيجه زي ما قلنا المعايشه مع الحياه البريه والاكل الانحراف الغذائي بالنسبه لاكل حاجات بريه، هذا جعل في طفره في الشفره الوراثيه لهذا الفيروس، واصبح معديا للانسان ومعديا من انسان لانسان. الكلام ده حصل زي ما قلنا في 2003 وتم احتوائه في الصين وتم وضع نظام صحي قوي جدا جدا، ولكن يبدو ان لم يتعلم الدرس، رغم ان في الفتره دي طلع تاني كورونا تاني برضه شريط وراثي مختلف اللي هو كان اللي هو الشرق الاوسطيه واللي كان في السعوديه لفتره. لكن الحقيقه برضه عشان نقول في هذه المرة أو الموجة الثانية أو الطفرة الثانية، الجيران أصبحت وسيط في هذا الأمر وتهدد. ومن هذا اليوم مصر على وجه الخصوص اللي يهمني مصر يعني، أو نتكلم عن مصر بس، بتعمل فحص للكورونا في الجمال على وجه الخصوص في المعهد بحوث صحة الحيوان بشكل روتيني، وعلى أساس إن احنا نتأكد إن هذه الجمال غير مصابة. لكن الفيروس الحالي الحقيقة ليس له علاقة بالجمال، وإنما هو فيروس جديد ذو شفرة وراثية جديدة، والدراسات اللي موجودة فيه حاليا بيتم دراسة يوم كل يوم من العلماء عشان يجمعوا صورة عنه. ليه؟ عشان يعرفوا سلوكه إيه. أستاذ حضرتك يا دكتور، وحاولوا عمل لقاح له. ألو، أيوة أنا معاك، سامعك. أستاذ حضرتك يا دكتور، تفضل. ممكن يكون هذا الفيروس تخليقي؟ هذا الامر قيل اعلاميا، ولكن هو مصارع عامه علميا. يا اخي العزيز، بس عشان السؤال على قد الاجابه، هذا قيل اعلاميا، وليس كل ما يقال في التواصل صحيح، وليس يقال في الدفاع عن النفس. مثلا الصين تقول كده عشان امريكا لا تقيمش سياسه. الذي يؤكد انه مش تخليقي انه زي ما قلنا جه قبل كده 2003 و2012 بصوره مختلفه، ولكن المره دي جاي بصوره شرسه. هل تم وضعه داخل حيز بيولوجيه؟ لا استطيع لا انا ولا غيري، ولكن العلماء الذي يعني هم الذين يقولون ذلك. على فكره احنا عندنا علماء فيرولوجي ممتازين جدا والغايه،
ده يمكن سواء في كليات الطب او كليات الطب البيطري يستطيعوا هم مع هذه الدراسه ان يشيلوا، خاصه ان حاليا في حاجه اسمها سيكونس او التتبع الوراثي. انا استطيع ان انا اقول لما يجي لي النهارده وباء حمى قلعيه فيروس اقدر اقول هو جاي لي من السودان ولا جاي لي من تشاد، لكن لابد ان نعترف اننا في حاله مش معركه عاديه وانما حرب، خاصه ان انا عندي على الجبهه الشرقيه في الوباء بيتزايد وموجود في اوروبا وموجود في امريكا، موجود اعتقد في حوالي 190 دوله من دول ايه العالم. اذا لازم ناخذ الاخذ بجد. وبعدين في نقطتين برضو، الجدل العلمي مكانه داخل الوسط العلمي، لكن المواطن الانسان امام شيء يتهدد حياته، هنا لابد ان احنا نقول الاجراء ايه اللي يمنع عني خطر اصبح خطر ماثل كالشبح امام كل الايه الناس. طيب لو حبينا ندي رساله توعيه للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا لتجنب المرض اللي احنا موجودين فيه او الفيروس اللي موجودين فيه، نقول لهم يا دكتور؟ قبل الرساله بس انا حابب اطمن حاجه، انه لم يثبت على الاطلاق ان الحيوانات الاليفه اللي بنتعايش معاها الجاموس والبقره والغنمايه والكلام ده كله، او حتى الحيوانات اللي هي بتركب، ان هذه تمثل خطر علينا. دي برضه لازم نؤكدها عشان لا نجعل الوهم يكون. الرساله المؤكده ان انا اقول ان انا امام خطر حقيقي، انه المرض اي نعم لا ينتقل بالهواء بشكل مطلق، ولكن القطرات بتنتقل بشكل مؤقت، وبالتالي لابد النهارده ان انا ابعد عن التجمعات ايا كان هذه التجمعات، سواء تجمعات دينيه اجتماعيه ترفيهيه على الاطلاق. احاول اعتكاف في بيتي، بخرجش الا عند اللزوم، احاول اعمل تطهيرات بالتطهيرات المعروفه اللي اشهرها الكلور للسن بالبيت ورش الكحول، لان الكحول 70% يعتبر اشد حاجه في مقاومه هذا المرض. لما اصافح حد بلاش الاحضان، بلاش الاقتراب الشديد، على اساس ان احنا نقول ربنا ينجي، على اساس نحفظ نفسنا ونحفظ وطننا، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يرفع هذا الوباء عننا. يعني سمعنا ان الكلور والكحول مضاد لهذا الفيروس، فاحنا عايزين برضو نعرف من حضرتك ازاي ان احنا نرش بطريقه صحيحه، لان كتير مننا بيستخدم الكلور بطريقه خطا. احنا بنشكرك يا دكتور ونكمل حديثنا مع سياده. زي ما قلت لحضرتك، بالنسبه للشعب المصري بيتقسم الى جزئين. النوع الاول اللي هو بياخد جميع احتياطاته وحذر كل الحذر، النوع الثاني اللي هو المستهتر. فرساله لجميع الاشخاص اللي هم المستهترين، بحيث ان انت بتستهتر بتضر نفسك، بتضر غيرك، بتضر اهلك، بتضر اقرب مقربين. فانت هنا استهتارك ده بيؤدي الى وقوع اي شخص من قرايبك تحت طائله المرض او انتقال الفيروس ليه، بحيث المفروض ياخد كل حذره وما يكونش مستهتر. احنا بنقول ان احنا تملي بنعيش في دوله واحده وكلنا بنخاف على بعض، وكلنا لازم في الفترة دي كل واحد فينا ليه دور معين بنعيش فيه في المجتمع اللي احنا موجودين فيه، ان احنا نحافظ على بعض. عند حدوث اي اصابة وبيحدث اي اصابة، الواحد بيحس باي حاجة، لازم ان هو يكون في حجر صحي، ان هو يتحجز او يكون في مكان يتم العزل، بعيد عزل نظرا ان هو ما يضرش غيره، حتى ان احنا نقدر نتمكن ونحصر المرض او نقدر نعدي من الفترة اللي احنا موجودين فيها بأقل الخسائر. لأن طبعا الموضوع اللي احنا موجودين فيه موضوع خطير، ولازم نلتزم بقرارات الدولة وقوانين الدولة، وما يكونش فيه ازدحام زي ما احنا سمعنا من الدكاترة ومن العلماء اللي موجودين، ان التلاحم والسلام والتزاحم بيؤدي الى انتشار المرض بطريقة سريعة وبطريقة رهيبة. فلازم كلنا نساعد كلنا الدولة، ولازم كلنا نساعد ان احنا نخرج التجمعات. من الازمه اللي احنا موجودين فيها، ونخرج من التجمعات اللي احنا موجودين فيها، وان شاء الله مصر تعدي بخير. ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل مع سيادة المستشار. طبعا احنا عارفين ان الفترة اللي جاية في حظر التجوال، فاحنا عايزين برضو نقول لتوعية للسادة المشاهدين ان هم يلتزموا معانا بحظر التجوال، وعايزين نعرف من حضرتك بقى يعني نقول لهم ايه عشان كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونطلع من الفترة اللي احنا موجودين. هو حضرتك الغرض من حظر التجوال هي وليس بمعنى حظر التجوال، هو الغرض منها حظر التجمع، حظر التجمعات، حظر اللقاءات، بحيث ان انت النزول من البيت للضرورة القصوى. الغرض من قرار السيد رئيس الوزراء اللي هو عدم النزول او عدم التجوال من الساعة 7 مساء للساعة 6 الصبح، الغرض منها مش حظر تجوال، الغرض منها ان انت تلازم بيتك، من انتشار المرض تلازم بيتك، بحيث ان احنا نواجه الفيروس دوم، بحيث انت لو نزلت هتتعامل مع الفيروس، الفيروس منتشر على جميع الاسطح. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه، معانا الاستاذ ناصر مدير مستشفى الطاهر التخصصي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وسلامي لكل شعب مصر الطيب، الناس الطيبه. وان شاء الله باذن الله، يعني انا بقول ان هي ازمه، وباذن الله باذن الله ربنا هيعديها على خير، اكيد هيعديها على خير، بس هتعدي على خير بالتزامنا باننا نسمع كلام الدوله، باننا نلتزم ونسمع الكلام، باننا ما نبقاش جشعين في الفتره دي. سيادتك يا فندم، الكمامات في الصين اتوزعت ببلاش. تمام. الكمامات في الكويت كان سعرها غالي، نزلوا سعرها في ازمه زي كده. احنا هنا للاسف الشديد بنعاني من الامور دي. ليه كده؟ ليه الناس ما تقفش؟ الدولة حذرت من كل من هو بيحاول يستغل الناس ويرفع الاسعار في المستلزمات الطبية والغذائية، وفي رقابة موجودة على الامور دي. فاحنا عايزين نعرف حياتك برضو، يعني عندك صيدلية داخل المستشفى، عايزين نعرف الأدوية في الفترة دي فيها كتير منها ارتفع في الأسعار، هل الصيدليات هي اللي بيتغلي من نفسها او في مشكله موجوده؟ انا هدي لك مثال، ومثال بسيط جدا حتى على نفسي انا، لان عندي صيدليه تحت المركز. انا رفضت بعد ما خلصت الحاجه اللي كانت موجوده، وانا ما بدخرش كتير يعني على قد اسبوع باسبوع الترابيه الكلام ده. لما اصبحت الاسعار بالطريقه دي انا رفضت اجيب. اقسم بالله، اقسم بالله، انا المندوب واقف قدام مني وبيقول لي الاسعار، قلت له شيل يا ابني الحاجه وامشي، وما تساعدش باستغلال الناس. الكمامه اللي كانت العلبه ب 15 جنيه جملتها ولا 12 جنيه وصلت 300 جنيه. طب انا اللي جاي يشتريها الفقير اللي ما عندوش، بدل ما نعمل بنقول زي الكويت، نعمل زي الصين، نعمل زي الناس المثقفه، ده احنا المفروض نقف مع بعض، ده المفروض ترخص، بلاش ترخص. يعني انت بتعاني من ارتفاع الاسعار يا استاذ ناصر في الفتره دي من التجار نفسهم، الصيدليات ولا بتوع التجزئه. الغلاء جاي من اللي كان عنده ومخزن بقى يطلعها غاليه، فبالتالي الصيدلي هيعمل ايه؟ جايه له في 6 7 جنيه هيبيعها بايه؟ هيحط له جنيه ولا 2 جنيه وصلت 9 جنيه و10 جنيه؟ حرام. طب رساله توعيه للساده المشاهدين في الفتره القادمه يا استاذ ناصر. نعم، رسالة توعية للسادة المشاهدين في الفترة القادمة لتجنب المرض. قواعد الدولة ما سابتش لا صغيرة ولا كبيرة ما اتكلمتش فيها. نخلي بالنا، ما نخشش بيوتنا بالأحذية من بره، لو حصل ظرف للخروج نلتزم بإن احنا ما نخرجش في وقت ذروة، عدم التجمعات، نبعد عن الحاجات دي كلها، نسمع الدولة ما خلتش حاجة. أنا لو قعدت أتكلم لبكرة مش هنخلص، الدولة مش سايبة حاجة. على الفيسبوك والاعلام وحضرتك، وربنا يبارك فيكم، يا رب الناس توصل لها الثقافه بس ويلتزموا بالكلام. والحمد لله انا شايف مبشرات خير، وهتعدي على خير باذن الله، باذن الله هتعدي على خير ان شاء الله تعدي على خير، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. بنشكرك ونرجع لسياده المستشار برضو نكمل مع بعضينا ونقول ان الدوله خدت، شفنا اهتمامات كتير وشفنا اهتمامات الأجهزة كلها بتهتم بالمواطن، وإزاي إن هي بتهتم بصحة المواطن، وإزاي اللي هي عايزة تحد من المرض، وإزاي إن إحنا بنتجنب المرض. شفنا روح جميلة، شفنا قيادة عظيمة، رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
شفناه وهو بيتكلمنا كأب خايف على أبنائه وخايف على ولاده وخايف على شعبه من انتشار المرض، بيقول عايزين نطلع بأقل الخسائر إن شاء الله من المرض أو الكارثة اللي احنا موجودين فيها بإذن الله، فنطلع منها. بيقول لنا نقعد في بيوتنا ونلتزم ونبعد عن التجمعات، وبيدينا توعية الأب لأبنائه. فروح جميلة إن احنا نشوف حاجة زي كده، ونشوف إن المواطنين ابتدت إن هي تحس ببعضيها وابتدت إن هي تتكلم. تمت الاستجابة من بعض المواطنين، وفي بعض الآخرين برضو اللي هم عندهم الاستهتار. يعني تمت الاستجابة حضرتك من بعض الناس اللي هي خايفة على نفسها وخايفة على أهلها وخايفة على قرايبها وزويها، تمت الاستجابة لنداء الدولة ونداء جميع الجهات المعنية، ولكن النداء من خلال منبر حضرتك ومن خلال البرنامج لبعض الأفراد اللي هم مستهترين، زي بعض اللي هو زي ما الدولة قالت يتم غلق المحلات الساعة 7 يتم الغلق الساعة 7، ولكن بعض المقاهي بتقفل نص المحل او نص القهوة وتكون 20 فرد جوه. هنا بتخالف مين انت؟ انت بتخالف نفسك ولا بتخالف الدولة ولا بتضر بنفسك؟ انت كده بتضر نفسك، وانت مش بتضر نفسك بس، هو بيضر انت بتضر الدولة كلها، بتضر الشعب كله، بتضر قرايبك، بتضر ابوك، بتضر امك، بتضر زوجتك، بتضر ابنك، بتضر بنتك. يعني انت لو مش خايف على نفسك خايف على الاخرين. احنا طبعا بنشكرك، واحنا عارفين ان احنا موجودين في فترة صعبة وفترة عصيبة، بس ان شاء الله تعدي على خير، لان ربنا حافظ هذه البلد والبلد دي هتفضل لغاية اخر يوم محفوظة. بس احنا بنقول للناس وبنقول للمواطنين التزموا في بيوتكم الفترة دي، وزي ما قال لنا الست فخامة رئيس الجمهورية والسادة اللي موجودين والاجهزة اللي موجودة الرقابية، كلنا نلتزم لحد الاسبوعين دول ما يعدوا على خير، وان شاء الله نقدر ان احنا نكون في امان باذن الله. واحنا بنشكرك النهارده يا سياده المستشار. شكرا تامر بيه، وان شاء الله مصر محفوظه بكل خير، وربنا ان شاء الله حافظ مصر من كل سوء ومن كل مكروه ضد هذا الفيروس اللعين، وان شاء الله مصر في امان وفي خير، وربنا يستر على مصر وعلى جميع الشعب المصري. وزي ما عودناكم في كل حلقه بنقول لكم اللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه.